ماشي، نبتدي بتشكيل النادي الاهلي ان شاء الله النهارده. محمد الشناوي لحراسه المرمى، محمد هاني ظهير ايمن، علي معلول ظهير ايسر، قلبي الدفاع ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، وثنائي خط الوسط محمد فخري واليو ديانج، ورباعي المقدمه محمد مجدي قفشه، حسين الشحات، بيرسي تاو، ومحمود كهربا. مره ثانيه، محمد الشناوي لحراسه المرمى، محمد هاني ظهير ايمن، علي معلول ظهير ايسر، قلبي الدفاع ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، ثنائي خط الوسط الدفاعي محمد فخري واليو ديانج، ورباعي المقدمه محمد مجدي قفشه، بيرسي تاو، حسين الشحات، ومحمود كهربا. احتياطي النادي الاهلي النهارده علي لطفي لحراسه المرمى، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعه، احمد القندوسي، كريستو، طاهر محمد طاهر، احمد نبيل كوكا، محمد شريف، واحمد عبد القادر. ان شاء الله بالتوفيق والنصر باذن الله رب العالمين.